هل الضياء على وجوه العابدين إيمانه قد جاء يروي الظامئين رمضان فيه مناسك مهدية بالخير جاء مهللا بالناسكين هل الضياء على وجوه العابدين إيمانه قد جاء يروي الظامئين رمضان فيه مناسك مهدية بالخير جاء مهللا بالناسكين يتلذذون بصومه لم يفتروا بصيامهم حازوا أجور الصائمين يستعجلون بفطرهم ما ودعت شمس الأصيل سماءهم متهللين روحية صلواتهم ما كبروا شرعوا بحمد الله رب العالمين يتوسلون لربهم بدموعهم سجادهم يروي حكاية التائبين سجادهم يروي حكاية التائبين رمضان يا شهر الفتوح ونصرة يا ملهما بالحق والنور المبين أبرم لدين محمد نصرا على حكم الطغاة وطغمة المتحكمين حكم الطغاة وطغمة المتحكمين هل الضياء على وجوه العابدين إيمانه قد جاء يروي الظامئين رمضان فيه مناسك مهدية بالخير جاء مهللا بالناسكين